طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع بوست: اليمن عندما تكون مخيرا بين الموت جوعا أو الموت بالكوليرا. ومن موقع العرب الجديد: نيلسون نسر أنقذه اليمنيون رغم محنتهم. ومن أخبارنا المنوعة: مباراة كرة قدم تتسبب في سرقة مركز للشرطة في كينيا. أهلا بكم. الموت أصبح عادة في حياة اليمنيين، يقول الموقع بوست، لكنه صار هذه الأيام اختيارا بين الموت جوعا أو الموت بالكوليرا، حيث ذكر تقرير جديد لمنظمة أوكسفام أن اليمنيين يجبرون على الاختيار بين العلاج من الكوليرا أو توفير الطعام، مما يزيد تفاقم دوامة محتومة من المعاناة الصحية والفقر. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوردت في وقت سابق من أن هذا الأسبوع أن هناك 500,000 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن هذا العام، ويواجه البلد حاليا أكبر وباء كوليرا في العالم. ويستعرض تقرير أوكسفام الجديد اليمن أزمة الكوليرا الكارثية، تفاصيل آثار تفشي المرض، حيث يتعين على العديد من اليمنيين الاختيار بين علاج آثار الكوليرا التي يمكن أن تكون قاتلة إذا لم تعالج بسرعة أو إعالة عوائلهم. موقع ميدل إيست البريطاني أشار إلى أنه بسبب الاقتصاد المنهار، بالإضافة إلى أن ملايين موظفي القطاع العام لا يتلقون رواتبهم منذ أشهر عدة، يضطر الناس في كثير من الأحيان إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية للعلاج من الكوليرا أو الاستدانة لمجرد سد الرمق. محمد أحمد وهو مزارع من صعدة عمره 33 عاما يقول إنه اضطر لبيع إرث عائلته ومجوهرات زوجته، بالإضافة إلى الاعتماد على التبرعات الخيرية من الآخرين لمجرد نقل والدته إلى المستشفى. ويضيف محمد: لم يعد لدي أي فائض من المال لزيارة أمي القادمة إلى المستشفى، ولا أعرف من أين سأحصل عليه، لقد بعت كل ما أملك. المبعوث الأممي إلى اليمن، وبحسب موقع يمن مونيتور، يتوقع انسحاب الحكومة اليمنية والحوثيين من مدينة الحديدة خلال أسابيع. ويقول إن جماعة الحوثي المسلحة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد يبدأان سحب القوات من مدينة الحديدة خلال أسابيع. وذكر جريفيث في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة وجماعة الحوثي لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات، والمناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية. كان جريفيث قد قال في كلمة بمجلس الأمن منتصف الأسبوع إن الطرفين وافقا على المرحلة الأولى من الانسحاب، حيث ينسحب مسلحي الحوثي من المدينة والموانئ الثلاثة مقابل تراجع الحكومات أو القوات الحكومية من تخوم مدينة الحديدة، لكن لم يعرف عن القوة التي ستمسك بالأمن والسلطة المحلية في الحديدة، حيث يقول الحوثيون إنها السلطات الحالية تابعة للجماعة، وتقول الحكومة إنها القوات والسلطات التي كانت موجودة قبل دخول الحوثيين المدينة عام 2014. اليمن توجه إقليمي ودولي لفرض سلام هش، عنوان للكاتب عبد الوهاب العمراني الذي نشر مقاله في الموقع بوست وقال في جزء منه: إشكالية اليمن ما بعد ربيع العربي هو تحول مآلاته للتقسيم أو لمواجهة الإرهاب، وليس لإشكالية بين الحاكم والمحكوم من أجل الاستبداد والقضاء على الفساد. ويفترض بداهة أن تضم قائمة الأمم المتحدة إضافة لأسرة الرئيس السابق وبعض قيادات حوثية أيضاً من يعبث بالمناطق المفترض بأنها محررة. لا يجرؤ الحوثي على البوح بموافقته على انفصال الحراك الجنوبي، لكنه يسعى إلى ذلك، وتتماهى في القرار عواصم إقليمية، فبوادر الانقلاب الجديد يحظى بإسناد عربي، في حين قرينه السابق يحظى بتغافل وتذاك عربي ودعم إيراني واضح. في الجملة، تماهت مآلات ربيع العربي في نسخته اليمنية والليبية في البدايات والنهايات، سواء في مهادنة ساسة الداخل أو الإقليم، أو في نفاق المجتمع الدولي أو المبعوث الدولي، ومن ورائهم الأمم المتحدة، وكأنها عملية نسخ ولصق. تتضح الرؤية اليوم في حصار طرابلس من جنوبها،
كما حدث لصنعاء في حصارها من قبل ميليشيا الحوثي، والذي كان سبباً في حرب اليمن مع الحركة الحوثية. الإقليم الذي وأد ثورات الربيع العربي يريد إعادة إنتاج الدكتاتوريات ليتم المقارنة بأنظمتهم لاستمرارها، مع أنه عودة لحقبة الخمسينيات والستينيات لجمهوريات العسكر العربية. ومقولة الروائي الفرنسي اللبناني الأصل لا تخرج عن هذا السياق عندما قال: أنا على يقين بأن من سيكتبون التاريخ بعد 100 عام سيقولون إن النفط لم يحقق الثروة للعرب إلا بالتعجيل في هلاكهم. في البعد الأخلاقي، فإن حكومتي اليمن وليبيا مع الحق وتتناغم مع رغبات شعبيهما، ولكن الآمال والطموحات وما يفترض شيء، وواقع الحال شيء آخر. نحن في عصر يضيع فيه الحق إذا لم تسنده قوة. تكتظ مدينة التربة جنوب تعز بالنازحين الذين اضطرتهم الحرب لمغادرة عاصمة المحافظة ومحافظة أخرى تدور فيها مواجهات، لذا فهي وكما جاء في موقع المصدر أونلاين شهدت خلال العامين الماضيين توسعا عمرانيا غير عادي، تزامن ذلك مع ركود في الخدمات. وأكبر المشاكل التي تؤرق السكان هناك هي مقلب النفايات الواقع على أطراف المدينة. يقول ياسر وهو يقف جوار منزله القريب جدا من أكبر مقلب نفايات في المدينة إنه مضطر ليسكن على بعد أمتار منها، ويعلق: لو وجدت سكنا في مكان غير هذا سأنقل عائلتي اليوم بل الآن. المواطنون وكحل لمشكلة تراكم القمامة يحرقون النفايات للتخلص منها، وبسبب الرياح تتطاير النفايات من مقلب التربة إلى جوار منازل المواطنين، وهذا ما يدفعهم لحرقها. وكذلك في عزل ومناطق مديرية الشمايتين يقوم المواطنون بحرق النفايات بجوار منازلهم للتخلص منها، كونه لا توجد أماكن لتجميعها أو شاحنات تأتي لانتشالها. يرتاد المقلب الخاص بالنفايات بالتربة أعداد هائلة من الطيور والحيوانات والكلاب الضالة لتجد فيه شيئا تأكله، بل إن أبقارا ومواشي تابعة للأهالي أيضا ترتاد المقلب. تقول منظمة مراسلين بلا حدود ونقلا عنها ونقل عنها موقع المشاهد نت إن ممارسة العمل الصحفي في اليمن لا تزال هي الأخطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصفت المنظمة المرتبة التي وصلت إليها اليمن بأنها متأخرة وتأتي استمرارا للتدهور حرية التعبير والصحافة في البلاد. المنظمة أكدت في تقريرها لعام 2019 أن وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تعتبر آمنة بالنسبة للصحفيين، في حين تشدد أنظمة المنطقة قبضتها على وسائل الإعلام. عندما تكون إرادة الشعب مصدر السلطة، هذا العنوان هو ما اختاره الكاتب نور الدين ثينو حين أراد التحدث عن ثورة الشعب الجزائري في مقال بصحيفة القدس العربي، وقال فيه: الشعب الجزائري في اتجاه أن يحقق ذاته. لأول مرة في حياته يخوض مقاومة سلمية يستلم فيها السلطة ويقرر بها مصيره ومصير النظام القائم الذي استغله لعهود طويلة من الاستقلال الوطني. فلأول مرة تتجلى فكرة العمومية ليس في تعبيرها عن مجال الدولة ومؤسساتها، بل في ما هو أرقى وأوضح: الشعب مرجع أخير للسلطة. فالقوة السياسية الأولى هي الشعب الذي حقق ذاته ويأمل أن يحقق مؤسساته بشكل مباشر ويصبح هو المسؤول عنها مسؤولية كاملة، وبالقدر الذي يجب فيه ألا يتخلى عنها. في ظل أنظمة الحكم السلطوية ونموذجها الواضح في العالم العربي ما بعد الاستقلالات، بقي النظام السياسي يشتغل بالعقلية الحربية، واستقرت تجربته التاريخية على خلق وصناعة مبررات استخدام القوة حتى في مواجهة فصيل من شعبه على اعتبارات جهوية طائفية سياسية ودينية. النظام السلطوي في الجزائر وفي العالم العربي لم يسعف نفسه بالآليات التي تمكنه من تلافي المنزلقات الخطيرة المهلكة له ولشعبه، فلا يستطيع أن ينزل العقوبة بنفسه. معصوب العينين لا يرى خارج الحكم ومعصوما من الخطأ، على الرغم من أنه قائم على خطيئة أصلية وهي امتلاكه للحكم بصورة غير شرعية.
إن الشعب في حراكه السلمي وليس الحربي أو الثوري يؤدي وظيفة سياسية بامتياز في لحظة زمنية مكثفة بعبر التاريخ ودروسه، فوظيفته أعلى من السلطات التقليدية المعروفة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فإرادة الشعب أوسع من أن تضيق بها السلطات الثلاث، بل هو الذي يقرر ما سوف تكون عليه مؤسسات الدولة بعد عصر الحراك. إنما حققه الحراك الشعبي إلى حد الساعة عظيم ليس بمعنى ما، ولكن بكل المعاني، وقد حققه في محايثة لسيرورة التاريخ التي لا تخطف الزمن ولا تحرق المراحل، أن كل مطالبه تتحقق لتعبر عنه بأنه المالك الفعلي لإرادة التغيير وتقرير المصير. يعتبر التجسس من أسوأ التهم في زمن الحرب، فقد يتعرض المتهم لخطر السجن لوقت طويل أو القتل من قبل رجال مدججين بالأسلحة الجاهزة للإطلاق في أي لحظة، ولن يحميه شيء حتى لو كان نسرا بريئا. وهذا ما حدث مع نيلسون في اليمن، إذ قبض مسلحون في تعز على نيلسون وهو نسر ضخم نادر عثر على جهاز تحديد المواقع GPS في ساقه اليمنى، فاتهم بنقل الأسرار العسكرية للحوثيين. نيلسون من بين 14 نسرا زودت بأجهزة تتبع لأهداف بيئية، إذ أراد العلماء في مجموعة صندوق تعقب الحيوانات البرية والنباتات FWFFF مراقبة الأمكنة التي يحلق فيها والتحقق مما إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وفقدت المجموعة البيئية الاتصال بنيلسون في نوفمبر عام 2018 بعد عبوره حدود السعودية مع اليمن، وعلمت في وقت لاحق أن بعض اليمنيين شاهدوه وهو يرفرف فوق تعز فتعاطفوا معه وقرروا مساعدته على الرغم من ظروفهم السيئة، وأرسلوا مئات الرسائل في 5 أبريل إلى المجموعة البيئية. نادية فانجوليفيا من المجموعة البيئية قالت إنهم أناس رائعون يهتمون بحياة طائر على الرغم من ظروف الحرب الكارثية، تواصلوا معنا لأنهم يعلمون أن مساعدة نيلسون ستكون صعبة في بلد يكافح الناس فيه من أجل البقاء. وواجهت محاولات الناس لمساعدة نيلسون مشكلة صعبة عندما لفت جهاز تحديد المواقع على ساقه أنظار أفراد جماعة مسلحة محلية فاحتجزوه وأرسلوه إلى قاعدة عسكرية في تعز، لأن أخبار محنته وصلت إلى منظمة دولية غير حكومية تعنى بحقوق الحيوانات، فأرسلت رجلا قطع رحلة طويلة من صنعاء إلى تعز للضغط عليهم للإطلاق سراح النسر. ومن صحيفة العرب الجديد أيضا، لكن بمقال هذه المرة كتبته لميس أندوني عن رمز الثورة السودانية الشابة آلاء صلاح والمعروفة بمحبوبة كنداكا، تحت عنوان رسالة كنداكا إلى الأنظمة العربية. قالت فيها الكاتبة: أضاءت الشابة السودانية آلاء صلاح أو محبوبة كنداكا شعلة الأمل بالحرية مجددا بين الشعوب العربية، ليس فقط في صورتها الأيقونية التي تعيد إحياء صور مقاتلات عبر التاريخ، بل في رمزية وقفة الشموخ والعفوية من دون اعتبار لقيود أو محاذير. جمال وجه آلاء هو توأم روح المواطن الغاضب والمقهور والمسحوق تحت ثقل القمع والإفقار الاقتصادي والمعيشي، وجه لا يبدو مخيفاً في تقاطعه وصوته، وجه الانتفاضة ضد الظلم وعلى كل أنظمة الخوف، لأن الانتفاضتين الجزائرية والسودانية أعادتا الأمل، والأمل هو بداية استعادة الشعوب ثقتها بنفسها. وضع كثيرون صورة آلاء الأصلية أو المرسومة بكل ما يحيط بها من إشعاع إرادة الشعوب بوصفها رسالة تعبئة وإنذار. لا يعني ذلك تبني الأردنيين شعار أسقط وبس الذي رفعه المنتفضون السودانيون، لكنه رسالة مغزاها أن التسويف والمماطلة واللجوء إلى أي حلول أمنية تشعل فتيل انفجار قد لا يمكن التحكم به، قد يكون الدرس الأهم الذي لم يتعلمه أي من الأنظمة بل تمسكت به أكثر من قبل، والاعتماد على التحالفات الخارجية بغض النظر عن صدقها أو أهميتها، وعلى التبعية لقوى إقليمية ودولية، ومن أجل تثبيت بقاء الحكام أو على الأقل بقاء الأنظمة من دون تغييرات جذرية. قد يتم استبدال البشير بوجه آخر، لكن وعي الخطاب الشعبي السوداني وعدم استباقه وعود العسكر الذكية التي تحاول النأي بنفسها عن نموذج حكم العسكر في مصر ضمانة لنا جميعاً، وهي رسالة يجب أن تخيف الحكام العرب، ولكنها أيضاً رسالة مطمئنة إلى أي حاكم يجد الشجاعة للاتجاه إلى الداخل بدلاً من الاعتماد على الدعم الخارجي في مواجهة إرادة من يصرخ من أجل العدالة. أمعنوا بصورة آلاء صلاح،
هي تغني وتتحرك بحرية. واستمعوا جيدا إلى الكلمات. قوة هذه الصورة في أنها تذكير بليغ بأن دافع الثورة هو حب الحياة، وهو حب جميل، ولكنه أخطر أسلحة الثورة ضد الظلم. بحث عنه علماء الفيزياء الفلكية قرابة 100 عام، وها هم الآن باحثون من ألمانيا كما ذكر موقع دي دبليو يثبتون وجود أقدم مركب جزئي للكون في الفضاء، وهو إيونات هيدريد الهوليوم. يقول الباحثون إن هذا الاستكشاف سيساعد على فهم التطور الأول للكون عقب الانفجار العظيم. إيونات هيدريد الهوليوم أول جزء يتكون في الكون عقب الانفجار العظيم الذي حدث قبل نحو 13 مليار و800 مليون سنة. ورغم أن الباحثين برهنوا في المختبر بالفعل عام 1925 على وجود الأيون، إلا أنهم لم يستطيعوا العثور عليه في الكون، حيث لم تكن تتوفر ببساطة الكشافات المطلوبة في البحث عنه. عالم الفيزياء الفلكية الألماني غوسون قال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أنه استثمر هو وزملائه أكثر من 10 سنوات من أجل تطوير مطياف بالغ الدقة يكون قادرا على رصد إشعاع الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجزيء في الفضاء. شارك في التطوير باحثون من جامعة كولونيا أيضا، ثم قاموا بعمليات رصد حاسمة انطلاقا من مرصد فلكي طائر، وهو طائرة بويونغ 747، بعد تحويلها لمرصد. وعثر الباحثون على هذا الجزء في ضباب كوكبي على بعد نحو 3000 سنة ضوئية من الأرض. مجموعة من اللصوص، وبحسب موقع عربي بوست، استغلوا انشغال عناصر من الشرطة الكينية بمشاهدة مباراتي كرة قدم وسرقوا كمية من الأسلحة والذخيرة من المخفر. اللصوص قصدوا مركز شرطة غير خاضع للحراسة بعدما ذهب ضباطه إلى مركز تجاري ليشاهدوا مباراتي برشلونة الأسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ضد أياكس أمستردام الهولندي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. الشرطة الكينية قالت في بيان لها إن كافة العناصر غادروا أماكنهم وذهبوا لمشاهدة المباراة، ولما عادوا وجدوا أن باب غرفة السلاح كسر وتم سرقة بنادق وطلقات ذخيرة. ولم توضح الشرطة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات تأديبية بحق عناصرها الذين تركوا مكاتبهم وانصرفوا إلى مباراة كروية تاركين وراءهم قطع سلاح، لكنها أعلنت فتح تحقيق لإلقاء القبض على اللصوص واسترجاع قطع السلاح المسروقة. صور تحمل ذلك التضاد الرائع بين الضوء والظل، بالإضافة لأخرى تحمل معاني الثورة السودانية، وصور متنوعة نعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف. نتابع. الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا يقدمها لنا رسامو الكاريكاتير.
وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.